جينا بعد كده بقى كان في فرح بتاع رشا الهواري، يبقى والدها نقيب محامين الفيوم الأستاذ أمين الهواري، واللي هيتجوزها محمد أخو زوجة أحمد عز دلوقتي، عندهم شركة سياحة هنا، محمد النجار. أختي نقيب المحامين اللي هو أبو العروسة يبقى خال جوز أختي إسماعيل هواري. فهتقول لي إيه؟ أبي جاي لك الدعوة عشان خاطر أحضر، أنا أنت يا بنتي ولا بحضر إسماعيل مال أختي الله يرحمها، عشان خاطر قلت لها ما بحضرش أفراح. أنت كل مصر جاية فاتح سرور كمال اجتاز، أما بقى دول كانوا يعني وزكي بقى، قلت لها أنا جاي. أنا جاي؟ آه. خدت المدام أخت المدام جاية من ألمانيا معاها جنسية ألمانية هي، وتشيكوا والألمازات مية مية، رحت رايح أنا راح أضربه، راح أهينه. فكانت صباح الله يرحمها، صباح الفنانة، الفنانة أنا كنت المحامي بتاعها، هي وفادي وزر في الوقت ده الشاب اللي كان بيرقص معاها. مصر كلها موجودة في المين هاوس كلها، لأن الراجل النجار ده كان مصاحب الناس كلها، وطبعا ونقيب محامين مصر كلها، كمال الشاذلي، فتح السرور، كل الدنيا موجودة، سياسة على فن على رياضة، كله 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 كله. احنا قعدنا طبعا الترابيزة بتاعتنا محجوزة، وصباح بتغني لمحتني، جت الساعة 15 قلت لها انت عمالة تغني أغنية بتاعتها، كانت ايه مثلا بتركب أغنية بتاعتها معلم يا معلم، فتقول ايه؟ الولاد بيكتبوا لها بقى فتح السرور يا معلم، مش عارف كمال الشاذلي يا معلم، يعني بتركب الاغنيه على الشخصيات اللي موجوده. قلت انت ناسي اكبر معلم؟ قالت لي انت زكي بدر، انت نسيتيه ولا ايه؟ انت اللي بتقول الصباح. ايوه بقى انا عامل مصيبه بقى. انت عاوز تعمل نمره كويسه. عملتها بقى. قلت لها طبعا بس في حاجه، الراجل ده لو انت قلتها في الغنى يعني موسيقى شغاله، ده ممكن يبقى استفزاز ليه ويقوم يعمل يبوظ الفرح. فأقولها له كلام من غير إيه؟ موسيقى. أنا كل اللي عايزه إن الصلاة تبقى إيه؟ هدوء خالص عشان أعمل الجريمة بتاعتي. طيب. ورحت لافف زكي معانا أجدع معلم، معانا زكي بدر المعلم. هي صباح الحين. آه تعال. من غير موسيقى. خالص. فخلاص سكوت. تماماً. رحت قلع رحت ضربه بيها، قلت له معلم مين ده ابن. طبعاً كان معاه ضباط وحراس أمن الدولة. فجين لي قلت لهم خلي بالكم انا معايا متفجرات هفجر المكان، فقال لك فعلا اللي يعمل كده بالتاكيد معاه متفجرات. كان في اللي هو مدحت عبد الحميد كان في امن الدوله صاحبي بعد كده يعني، فقلت له ابعد يا مدحت هفجره بجد، الراجل ده يطلع من الفرح. انت طبعا الكل شاف المنظر. لا يا باشا كتبت، كان سعيد عبد الخالق بقى رئيس الوفد، كان عنده حاجه اسمها العصفوره، ان نمره زكي بدر بقت نمره في كل الافراح، العروسه تقول مش هتجوز الا ما يجي مرتضى منصور يضرب زكي، كان بص كلها متغاظه منه الا مرتضى منصور يضرب ما في مكتوب في صحيفة الوفد مانشيت. اه خلصت انا من زكي بدر بقى، سرحت منه ضربته فشيت خلقك فيك خلاص. لا وهنتم